نخليه تونس ونهزه ان شاء الله. هذا يا جمعه شو اسمه؟ ان شاء الله يا ربي بولبيه. مدام كربون عايش حياتك شيخ فتق عمد بوز في عمد في دودان الكترونيك هذيك شطحت شويه نقزت الكل برا وشهر ولا شهرين ما يخلصوش دم ولادنا ما يمشيش وساقيهم ما تمشيش لحظه نجي خاطر عدد السكن ذي انا نقول لك هذه العملات تم في المشروع فيها شويه تزويد في الانتخابات العباد ولات تفك بعضها وبرشا كراهب وبرشا فوضى لازم يعملوا حساباتهم وينقصوا نعرفش انا يكون شي معناها نعرفش انا معناها لازم ما نعرفش ولادو ماتوا في البحر مش يرمي عليهم واحده في الهند تقول والله بالحق والله رجل مثقف حسب انا نعتبره الرجل الثاني في العالم في الثقافه ومرات في هويته اصلا سامحني عايش من جبهه طرف قتل ومنه 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 خويا رانا زباله ولا نحبوا نعمل اكسبريس اما المسجد ما تنجمش ما تدورش بيه شنو مسجد غاش تحت السيطره شنو مادة تحت السيطره هما خلاو انتخابات اللي تنتخبوا يطلع على مراد الله ناكلوا كيف كيف ناخذوا كيف كيف نمشوا كيف كيف نشربوا كابوسان كيف كيف نطيبوا بردخان كل شيء كي حاب يخدمك يخدمك كي حاب يجي يخدم ما يخدمكش نحن برسك جيران تونس وليبيا اما صعبش بون الله غير رأيي الشخصي انا ما نوافقش على رئيس تكون رئيس جمهورية امرأة فما مشكلة كبيرة اللي هو الأخلاء الأخلاء متاع الكراء الأخلاء على حب لها برشا فلوس والفلوس ما فهمناش الشعب اللي قدم خسارة باش يرجع للتوالي تجريوا على الكرسي كسكروت نداء تونس ونهضة ما يعجبني الجملة ومن بلوس تونس مشيت في هاوية فئة كبيرة من المترشحين شراوا الأصوات بالفلوس اون بلوس دلسوا كريمو معناها نجم انا نقول ما نحبش ننتخب تالو 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 عندي نقول باش من حتى واحد منهم نمشي نحط واحد ما نعرفوش ترجع لك ماكينه نحيو نحيو نحي نحي, نحي.